السلام عليكم، حيا الله شباب معنا. المعذرة على الانقطاع الطويل. معنا لعبة ريدر أكسترا 2. طبعا المسمية بأبطال ستالينغراد، هذه المدينة الروسية المعروفة اللي وقفت أمام زحف النازي. وطبعا كان الطقس اللي هو الشتاء كان من صالح الروس. طبعا كانت هي محطة، يعني كان فيها حصار شديد وقوي جدا، وبعدها بدأ الألمان تصير عليهم المشاكل على حدود روسيا. هذا اللعبة طبعا من الألعاب اللي يعني حقت هاردكور، يعني أكثر منها لعبة جان أند ران، بس أيضا في نفس الوقت تقدر تدمج بين أشياء كثيرة. يعني اللعبة مو درجة كبيرة استراتيجية يعني صعبة جدا أو أنها واقعية جدا جدا، يعني مو زي الجزء الأول. الجزء الأول كان أكثر واقعية صراحة وأكثر صعوبة، ممكن عشان المبيعات كذا ويكثرون أو غير كذا. طبعا اللعبة حصرية على البي سي، نازلة تقريبا 2010 للأسف، أو 2011 للأسف. كان في مودات كثيرة بتنزل. طبعا أعلن عن مودات رايزنج ستورم، الظاهر في مود هذا اللي بيتكلم عن أمريكا واليابان، الجزء اليابانية اللي في الحرب العالمية الثانية. إن شاء الله بينزل قريب بإذن الله، وشوفهم تكلموا عنه في معرض المطورين الأخير. فاللعبة بي سي، يعني حصرية على البي سي، وفيها جيم بلاي قوي جدا، يعني التصويب، الايم، كل شيء تحس انه فعلا متوافق مع الالعاب المعروفة جدا في عالم البي سي. الجرافيكس جميل جدا على المحرك اللي موجود. طبعا المحرك يدعم انك تسوي مابات وغيرها، موجود الوركشوب في ستيم، موجودة مابات كثيرة مسوينها الشباب وغيرها. السيرفرات جميلة، وقد يصفى لك الى 60 لاعب، ممكن بعض الاحيان يضيف لك البوتس، يعني يكون في بعض السيرفرات هم يعني اصحاب السيرفر يضيفونه عشان كل ما كثر العدد طلع حماس اكثر. لكن ايضا في لاعبين موجودين في اوروبا وسيرفرات اوروبية قوية. اللعبة تقريبا كثيرين شارينها، في اذكر كان لها سيرفر السعودي حتى في البيتا، لكن ما ادري تراجع عنيف جدا يعني اللعبة. وتوقع بعد في 3 نازلة كانت بعدها بكم شهر، هذا احد الاسباب. وانا ما ادري وش العلاقة بينها وبين بات في 3 عشان تترك مثل هاللعبة. بات في 3 ديفرنت جيم، يعني بقوة. فالمفروض يعني الواحد يعطيها ايضا اهتمام اكبر، لانها فعلا في الساحة هذه افضل لعبة حرب عالمية تحكي حرب العالمية الثانية. طبعا انا برأيي هذه افضل لعبة من ناحية الاسلحة، من ناحية الجنود، من ناحية المودات حتى اللي موجودة فيها. اتكلم عن مودات اللعبة في المتبلاير، ويعني حماسية، فيها التكتيك، فيها التيم، يعني تيم وورك، فأشياء كثيرة فيها اللعبة، يعني تخلي الواحد يعني فعلا هو يلعبها يستذكر مثلا الأفلام اللي شاف عن الحروب القديمة وغيرها. يعني الأصوات، الأجواء الحربية العامة اللي موجودة. وانا اقول انه بدع بالجرافيكس كثير، يعني ترى الجرافيكس هذا من زي ارما مثلا 2، هذا من الجرافيكسات يعني اللي موجوده اللي تحس ان كل شيء مرسوم قطعه قطعه، مو بس مركب على بعض ولا خلفيات وغيرها. المباني كثيره وتقدر تدخل مباني كثيره، ادوار، يعني هذه في ماب تقريبا 8 ادوار عباره عن مصنع، وندخله يعني تحسن فيه داخل المبنى هذا الكبير، يعني يعتبر ماب الحالة. تلقى يصير فيه زي ما تقول قتال قريب المدى، يعني وقريب يعني بعض. ولما تطلع برا تكبر وتقدر تسوي قنص داخل المبنى على اللي برا وغيرها. فاللعبة ممتعة جدا، فيها نظام كفر. طبعا نظام كفر ايضا ممتع جدا بالنسبة للفيرست بيرسن شوتر طبعا، وابدا ما تقدر تشوف عن طريق المنظور الثالث فيها، مو زي ارما مثلا، لكن الكفر فيها ممتاز بالنسبة للفيرست بيرسن شوتر. طبعا الرايفلات هي الاساس في هاللعبة تقريبا، بسبب انها من رصاصة واحدة تموت طبعا.
فأكثر الشباب يستخدمونها. الرشاش بعض الأحيان يهتز بشكل كبير ويمكن يضيعك، لكنه أيضا ينفع في إذا دخلت مبنى أو كذا يكون رشاش يدعم أكثر، شيء طبيعي لأن أيضا حتى الريلود حق الرايفلات وغيرها يكون بطيء. هذه هي تقريبا اللعبة، حبيت أتكلم عنها بشكل مختصر وسريع يعني، وهذا الأشياء اللي أفكر فيها صراحة ما جهزت يعني عنها كلام يعني كبير أو كثير، بس الحين تقريبا بانتظار المودات اللي رايزنج ستورم، وكان في مود بينزل عن فيتنام، في مود ثالث والله نسيت اسمه تقريبا ما أدري وش هو، لكن في مودات. وطبعا هذا مود رايزنج ستورم من نفس المطورين حق اللعبة طبعا اللي ينزلونه، في مودات كثيرة تكلموا عنها شركات طرف ثالث أيضا بينتجونها، لكن احتمال ما في حماس ما في دعم يعني على حسب يعني الظروف اللي مرت عليهم يعني صراحة. أتوقع لأن في مودات تخيلوا اشتغلوا عليها قبل ما تنزل اللعبة زي رايزنج ستورم أعلنوا عنها قبل نزول اللعبة، وأيضا في مود ثاني قبل نزول اللعبة كانوا متعاملين مع المطورين وعطوهم الأدوات اللازمة وعرفوا وش المحرك اللي يشتغلوا عليه، لكن زي ما قلت احتمال ظروف ممكن، مع ان المبيعات توقع جيدة بالنسبة للعبة، لكن يمكن التواجد في الاونلاين يكون قليل جدا اللاعبين. قد يكون اقول انا مر على السيرفرات الاوروبية اتوقع في امريكا يمكن افضل الوضع، ويمكن السيرفرات الاوروبية ايضا بس اللي بنقها عالي، اتكلم عن السيرفرات القريبة منه، ويمكن ايضا وقت دخولي غير مثلا ما هو مناسب، لكن مهما متى ما تدخل اللعبة بتلقى ناس في الاونلاين شيء طبيعي، هذا شيء اكيد 100%. هذا اللي حبينا نتكلم عنه في اللعبة، وزي ما تشوفون انتم الاصابات اللي تتعرض لها طبعا مقسمة، يعلمكم الاصابة جت في الجسم الرصاصة، هذه ما تلقاها في العاب كثيرة صراحة، حتى من العاب التربل اي مثلا اللي مثلا يصنف عنها العاب قوية وتقايمها عالية جدا يعني، هذه يعطيك وين الإصابة تكون. طبعا الإصابة إذا كانت في الرأس أيضا بلس، إذا كانت الإصابة في القلب في عندهم إصابة في القلب هارت شوت على قولتهم، إذا جت الإصابة في القلب أيضا تموت مرة، ويعطيك أن فعلا الإصابة جت في القلب يعني، في أماكن ثانية ممكن تنزف، أنتوا تلاحظوا الأصوات كيف تجي. هذا طبعا كلاسات الموجودة في رايفل وماتشين جان وسنايبر، وفي بعض المودات فيها سكواد ليدر، سكواد كي ليدر طبعا زي البافت 2 انك تطلع معه، لكن اذا مات سكواد ليدر ما تقدر تطلع مع اي عضو ثاني من تيم سكواد، فهذه موجودة ايضا في اللعبة، وهذه اللي ذكرنا فيها كثير يعني صراحة من ناحية سكواد ليدر. طبعا سكواد ليدر يقدر يسوي الظاهر قصف، يستدعي قصف نعم، طبعا يكون شايل سلاح معين ويقدر يستدعي قصف بالمنظار، ويقدر يوجه ايضا اللاعبين الظاهر في دخانة وغيرها في اللي فيها فلاقات وفيها اماكن الاحتلال. سنايبر فيها ايضا يعني يكون مو زي السنايبرات اللي كويكس كوب اللي يسمونها ذي وغيرها ولا سنايبر يجي. هذا سنايبر يعني اقرب للواقع بكثير يعني من ناحيه سكوب حقه من كثير من الالعاب صراحه للاسف اللي نشوفها حاليا. وهذا هو يخلي الواحد ما ياخذه الا اذا كان فعلا متقنه يعني، لو كان لعبه ثانيه الالعاب معروفه عنها انها دائما اذا كان سكوب او سنايبر سهل او فكثيرين ياخذون يعني اللي ياخذون ال يعني هذا ياخذون اي سنايبر يعني ياخذون سنايبر في اللعبه، نسيت اسم اي كلاس سنايبر ياخذونه في اللعبه كثيرين يجون في الماب ويصير فيها اختلال توازن وغثى وكل الناس سنايبريه ومكمبرين، لا هذه في اختلاف المودات ايضا تخليك تستمتع وتدور على اعلام وغيرها. بالاضافه الى ذلك يعني ان اختلاف الكلاسات طبعا ان في بعض المودات او اصحاب السيرفرات يقدر يحدد كم يعني، وهذه من الميزة اللي في اللعبة هذه تقدر تحدد كم واحد ياخذ سنايبر كم واحد ياخذ رايفل مان وغيره، يعني سنايبر في العادة واحد الى اثنين كل فريق فقط ياخذون سنايبر،
اللي يحجز اول خلاص يصير له تقريبا، الا اذا تركه بعدين او شيء. هذه تقريبا اللعبه اللي حبينا نتكلم عنها. يعطيكم العافيه واسف على الاطاله اذا كان في اطاله، طبعا حاولت اني اختصر. اتمنى نشوفكم ان شاء الله، الكثيرين اللي يعرفهم شاني اللعبه اتمنى ان نجتمع قريب فيها، واتمنى ان الواحد يعطيها فرصه اذا كان يدور على لعبه مثل هذه ممتعه جدا. اشكركم وان شاء الله نتقابل في العاب وتقارير قادمه باذن الله. يعطيكم العافيه، ابو خالد.